السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أنا إن شاء الله بدي أساوي قرنبيط باللحمة وجنبه رز. هلا بما إنه نحن أول الشتاء ونزل القرنبيط على السوق، أنا جبت راسين كبار قطعتهم هيك، بقطعهم أنا كبار عشان ما يفرط معي بالسلق ولا يفرط معي بالقلي، وبعدين هو بيطول كتير بالقلي، مشان هيك القطع الكبار بتساعد أسرع، يعني بيصير إذا قطعة صغيرة هيك إن شاء الله تمام عم نسلق. المهم هلا هون انا حطيت مي عندي لتغلي، وحطيت لها شويه كمون مشان بدي اخدهم اسلقهم ربع سلقه بس مو اكتر. مثل ما انكم شايفين هاي المي، انا حطيت لها بس شويه كمون، ما كترت، يعني معلقه صغيره مسح مشان لون القرنبيط ما يتغير. وليش انا بسلق القرنبيط؟ لانه القرنبيط بسبب، تعرفوا، خصوص اللي معه كولون غازات، عشان هيك لما بنسلقه ربع سلقة بس مو اكتر بيكون احسن، بتطلع هالغازات كلياتها، يعني هالمادة هيك اللي فيه بتطلع بالمي، بصير يعني خفيف، بخف شوي. هلأ هيك بدي احطهم بس افور عليهم مثل ما قلت لكم. نحن بحلب هذا بنسميه قرنبيط، بس في باقي محافظات بسوريا بسموه زهرة. ان شاء الله يا رب سنة الجاي ناكله ببلدنا، لاني ما في اطيب من خضرة بلدنا. هون بتركيا بتحسوها صاعي، منظرها حلو هيك بس ما لها طعمة مثل الخضرة اللي ببلدنا بسوريا. هلا هيك بس اسلقهم، هلا بس فجوا فجة غليوا، يعني غلوتين مو اكتر، بصفيهم بالمصفي وببدا القلي. هلا راح احطهم اسلقهم وارجع. وهلا هيك خلصت السلق، مثل ما قلت لكم ما سلقته كتير، ربع سلقه يا دوب بس لغلي، بس غلوتين. وهون حميت الزيت، طبعا انا كترت زيت عشان شوي يتغمروا ما اتعذب بقليهم. هلا هذا الزيت ما بخسره، هلا انا بتركه ليبرد بعدين بصفيه وبشيله بقنينة وبخليه بس للقرنبيط. هلا بالشتاء شوي على الزيت كم كتير، هلا هيك هاي الوجبة خلصت. بس اورجيكم لونه، هيك هيك شقرة لونه كتير حلو. بسم الله الرحمن الرحيم، طالعون شايفين؟ هو عيبه بس القرنبيط بياخد وقت، يعني بالحلبي علاك. هلا بعد ما بنخلص القلي بتصير شغلته كتير بسيطة، الأكلة يعني كتير سهلة، بس هو القلي اللي بنطول فيه. طبعا هنحط نصفين عشان يصفي الزيت، ونحط بقلبن القرنبيط. مثل ما قلت لكم هذا الزيت أنا هلا بتركه ليبرد وبصفيه، بحطه بقنينة وبقيمخ بس للقرنبيط، يعني مصيفين أكلات قرنبيط كتير، مثل كمان الدجاجات. هلا كلمة الدجاجات القرنبيط حلبية بس هن اللي بيفهموا ايش معناتها الدجاجات، يعني هيك بساويهم نقليهم ناكلهم مقالي بالخبزة، اكل كتير كتير طيبة. هلا نحط الوجبة الثانية واكمل القلي وبعدين نطبق الطبخة. وهلا خلصت القرنبيط قليته، هلا بدي اقلي اللحمة. هون انا عندي لحمة راس عصفور، وانتو اذا بدكم ناعمة بتصير كمان، لحمة ناعمة بتصير. أنا هون عندي راس عصفور لأني ما عندي دهنة، حطيت معلقة سمنة صغيرة ورح أقليها للحمة وأرجع لكم. هلأ هيك هاي هون أنا قليت اللحمة، حاشتن قليت،
حطيت لها بس هيك، هلا حط لها رشه بهار، ما بدي اكتر بس مشان اللحم البهار. وهي دجاجه القرنبيط كمان، بسم الله الرحمن الرحيم حطيناها هون. هلا هون بدل معلقه السمنه اللي انا حطيتها، بصير اذا حدا عنده هيك شقفه دهنه تطلع اطيب، يعني شقفه صغيره ما مكتر، لاني هون القرنبيط شفتوا بغب زيت، وانا ما حطيت، حطيت بس معلقه السمنه يعني ما مليتها، لاني مثل ما قلت لكم القرنبيط بغب زيت. هلا شويه مي، هذا نفس الصحن كان فيه القرنبيط، هيك بخت مي. هلا بغطيها وبوطيها على الاخير، بوطي النار للاخير وبتركها يعني تقريبا، هلا بدها تقريبا نص ساعه على نار واطيه. هلا بعد نص ساعه برجع بشوفها. طبعا طبعا بهالفتره بكشفها، يعني بروح وبجي بهالنص ساعه مرتين ثلاثه يعني، بس بكشفها هيك، بقلبها هيك من تحت لتحت مع تهميسه هيك بسيطه، ما كتير يعني، ما بدي اياهم يهمسوا طاوي، هيك مع تهميسه بسيطه بس، مو هلا هلا يعني كمان 10 دقائق بجي بكشفها وبعمل لها هيك تهميسه بسيطه. يعني بخلال هالنص ساعه اللي بدي اتركها فيها انا ايش بعمل؟ بقلبها يعني يا مرتين يا ثلاثه مع التهميسه اللي قلت لكم اياها، هيك بهمسها هيك بالمعلقه يعني بهرسها، بس ما بدي اياها هيك تنفرفط طاوي يطلع. هلا بدي اشق على الطبخه واحط لها ملح. بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين على نار واطيه انا حاطه الطبخ. بسم الله. هلا انا اذا شفت لسع ما استوت والمي نشفت، ايش بساوي؟ ببخلها كمان بخت مي، بس بعد ما بحط الملح. هلا رح احط الملح، هاي الملح، ملح حسب الرغبة. أنا اللحمة ما ملحتها بس حطيت البهار، هيك بكفي ملح. وهي بخيت مي لأني نشفت شوي بميتها. ورا هيك بقلبها تقليبة، انا ليش هيك بقلي القطعه كمان كبيره لما بدي اسوي القرنبيط باللحمه؟ مشان ما تفرط معي طاوي القطعه وتصير هميسه. هاي الاكله بحلب نحن بنقلها قرنبيط بلحمه، بالشام بيقولوا لها منزله الزهره. هلا برجع بغطيها وبتركها على نار واطيه. هلا هيك خلص الطبخه الحمد لله استوت. هلا شلون بعرف من هذا العض تبع القرنبيط لهون اذا همس هيك؟ هلا شوف شلون همس، شلون طاول يكون الطبخه خلاص صارت جاهزه واستوت. هلا هلا بقدم ان شاء الله. وهي اكله القرنبيط باللحمه او منزله القرنبيط، صارت جاهزه مثل ما انكم شايفين. هي بناكل هيك جنب رز، شايفين شلون؟ ولبن متوم يعني لبن وثوم مهروس وشوية ملح، بيتاكل كمان جنبه. وهي الخضرة اللي بتتاكل جنبه كمان، وهي مخلل. أما بالنسبة للمخلل بيتاكل جنبه مخلل اللفت، بس أنا ما لقيت مخلل لفت مشان هيك حطيت مخلل الخيار، كمان بيصير كمان طيب يعني أحسن من بلا. وإن شاء الله يا رب تعجبكم الطبخة، وإذا عجبتكم لا تنسوني بالاشتراك ولايك وتعليق هيك حلو مثلكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.